معاكم الدكتور سامح توفيق من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. طبعا الأول محاضرة اللي هنتكلم عليها هنتكلم على مكافحة معايير مكافحة العدوى في المغاسل المركزية، أو كما أحب تسميتها هي مراكز إعادة معالجة المفروشات في المنشآت الصحية. طبعا المحاضرة دي النقاط الأساسية اللي هتغطيها المحاضرة. المحاضرة طبعا مقدمة باللغة الإنجليزية، هتكون متاحة أيضا باللغة العربية كسلايدز، لكن أنا هتكلم بالعربي والمحاضرة أمام حضراتكم باللغة الإنجليزية. طبعا المواضيع اللي هتغطيها المحاضرة هي هتكون في مقدمة بسيطة، وبعدين هدف المحاضرة، وبعدين هنتكلم على بعض المسؤوليات الخاصة بالمشاركين في عملية إعادة معالجة المفروشات، بما فيهم طبعا قسم مكافحة العدوى ومشرف المغسلة وعمال المغسلة. ايضا هنتكلم على اساسيات العمل في داخل قسم المغسله من وجهه نظر طبعا مكافحه العدوى. تصميم المغسله هيكون له نصيب معانا اليوم. خطوات اعاده المعالجه للمفروشات. هنتكلم على بعض النقاط الهامه اللي هي بتندرج تحت يعني زي الملحوظات الهامه اللي يجب اتباعها اثناء عمل قسم المغسله. ايضا هنتكلم على النقاط الرئيسية للممارسة الآمنة أثناء التعامل مع المفروشات الرعاية الصحية. وفي الآخر هيكون في سلايد بتوضح لحضراتكم المراجع الخاصة اللي استخدمت في بداخل المحاضرة. طبعا كمقدمة بنتكلم إن المفروشات الرعاية الصحية اللي هي أصلا بتعتبر إيه مفروشات الرعاية الصحية؟ كل ما هو مسيك بيستخدم داخل المنشأة الصحية. المفروشات الرعاية الصحية بندرج تحتيها الستائر الطبية المنسوجه وليست الستائر احاديه الاستخدام او الستائر اللي هي من الفابريكس الغير قابله للغسيل واعاده المعالجه. بيندرج تحتيها ملاءات الاسره واغطيه الاسره واغطيه المراتب واغطيه الوسائل. ايضا بيندرج تحتيها جونات المرضى، بيندرج تحتيها ملابس السكراب الخاصه بدل العمليات. وطبعا احنا من زمن في المملكه الحمد لله في وزاره الصحه وكانت رائده ان احنا تخلصنا من المفروشات الجراحيه اللي بتستخدم في اثناء العمليات الجراحيه، وتم استخدام فابريكس ديسبوزابل احاديه الاستخدام يتم التخلص منها مع كل مريض. ايضا طبعا الصوره الاساسيه للموضوع ان احنا بنتكلم ان مفروشات الرعايه الصحيه بتمثل الملوثه المستخدمه مع المرضى بتحمل نفس ميكروبات المرضى. وطبعا اذا كنا احنا بنتعامل مع المرضى من ناحيه مكافحه العدوى بحذر خوفا من الميكروبات اللي موجوده في المرضى او صادره عن المرضى، فمن باب اولى ان الملابس والاغطيه والمفروشات الملامسه لهؤلاء المرضى او المحيطين لهم فهي تعتبر ايضا ملوثه بنفس الميكروبات، اذا بتمثل بعض الخطوره وعليها عبء ميكروبي كبير. عمليات التنظيف والتطهير وتخزين المفروشات لابد أن تتم بحرص شديد أيضا لكي تمنع تلوث المفروشات النظيفة. المغسلة المركزية ممكن أنها تكون بداخل المنشأة أو تكون بمنشأة أخرى يتم التعاقد معها لإجراء عمليات إعادة المعالجة. ايضا ان اثناء عمل وتداول الغسيل الملوث، تداول الغسيل الملوث داخل المنشاه ونقل الغسيل النظيف داخل او خارج المنشاه، ايضا لابد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمه لمنع تلوث البيئه وايضا منع حدوث خطوره على المتداولين لهذا الغسيل. هنشوف ازاي ده وما المقصود بهذا الموضوع. المقصود بالموضوع ده اصلا عمليه جمع الغسيل الملوث ونقله والتعامل معاه بداخل المغسله. طبعا بشريه، ثروه بشريه لابد ان انا احميها من مخاطر العدوى ومخاطر اللي قد يتعرضوا اليها في تداول الغسيل الملوث. الهدف المحاضره ايه؟ او هدف العام لينا ايه في هذا الموضوع؟ ان احنا نوضح وناكد ونرسي قاعده وجود معايير لمكافحه العدوى في اثناء التعامل مع عمليات جمع وإعادة توزيع وعمليات إعادة معالجة المفروشات المستخدمة في منشآت الرعاية الصحية. طبعا زي ما قلنا عندنا نقطة مهمة جدا لازم نوضحها عشان نعمل زي فصل قوات.
عندنا المسؤوليات الخاصة بكل جهة مشاركة في عمليات إعادة معالجة المفروشات. طبعا عندنا مسؤوليات مشرف المغسلة، مسؤوليات عمال المغسلة المركزية، مسؤوليات مكافحة العدوى، قسم مكافحة العدوى في المنشأة. أول حاجة مسؤوليات اللوندري سوبرفايزر اللي هو مشرف قسم المغسله. مشرف قسم المغسله المقصود بيه على فكره ليس المشرف الخاص اللي هو مشرف الشركه، لان معروف ان المغسله في داخل المنشاه الصحيه هي تابعه لكونتراكتور، تابعه لمتعاقد، شركه متعاقده. لكن انا بتكلم على مشرف اللي هو موظف وزاره الصحه اللي هو مسؤول عن متابعه المغسله والعمل الذي يتم بداخل المغسله. طبعا مسؤوليته ايه؟ مسؤوليته ان هو يتابع ويشرف على تطبيق أعلى معايير الأمان أثناء التعامل مع المفروشات الملوثة والتعامل الصحيح مع المفروشات النظيفة بما يمنع تلوثها. طبعا تطبيق الجايد لاينز دي ومتابعة تطبيقها اللي هي السياسات الخاصة بمكافحة العدوى بداخل قسم المغسلة المركزية، مشرف المغسلة المركزية هو مسؤول عن متابعة والإشراف على تطبيق هذه السياسات والإجراءات. ايضا ان هو مشرف المغسله مسؤول عن ارساء قاعده الصحه المهنيه بداخل المغسله وحمايه العمال بداخل المغسله من التلوث، وان هو لابد ان يكون له تعاون وثيق مع قسم مكافحه العدوى بحيث ان هو يقدر يبقى ابديتد وعنده كل المعلومات الخاصه بمعايير مكافحه العدوى بداخل المنشاه، بداخل قسم معالجة المفروشات بالمنشأة الصحية اللي احنا بنسميه المغسلة المركزية. مسؤوليات عمال المغسلة. عمال المغسلة عندهم مسؤوليات مهمة جدا، بتبدأ من الأقسام الطبية ان هم بيقوموا على جمع ونقل المفروشات المستخدمة والملوثة من الأقسام الطبية إلى قسم المغسلة المركزية او الى قسم التخزين المؤقت لحين النقل للمغسله الخارجيه. ايضا بيدور العمال بداخل المغسله، عمال المغسله مهمتهم عمليات الفرز والتعامل مع المفروشات الملوثه بحيث ان هم يقدروا يخلوا عمليه الغسيل بتسير بصوره صحيحه. ايضا من طبعا وكل اجراءات عمليه الغسيل هي مسؤوليات من ضمن مسؤوليات عمال المغسله المركزيه. ايضا من ضمن مسؤوليات عمال المغسله المركزيه هو نقل المفروشات النظيفه بعد اعاده معالجتها وتصبح جاهزه للاستخدام مره ثانيه بواسطه الاقسام الطبيه، نقلها الى الاقسام الطبيه. مسؤوليات قسم مكافحه العدوى، وطبعا دي حاجه مهمه جدا لان احنا الاداره العامه لمكافحه العدوى والمنشآت الصحيه وهدفنا هو منع خطر العدوى اللي قد ينجم عن المفروشات الملوثه او تلوث المفروشات النظيفه اثناء التعامل معها ونقلها. اول حاجه الاشراف على عمليه الجمع والنقل للمفروشات المستخدمه اللي هي اتفقنا انها بتكون محمله بحمل ميكروبي من المرضى. يعني لو عندنا مرضى فيهم ميكروبات لابد ان انا اعتبر المفروشات المستخدمه منهم سواء جاون او اغطيه اسره او ملاءات او اغطيه وسائد ملوثه بنفس الميكروبات الخاصه بالمرض، واتعامل معاها كاني بتعامل مع المريض بالظبط بنفس الحرص. يبقى وظيفه قسم مكافحه العدوى هو الاشراف على عمليات الجمع والنقل للمفروشات المستخدمه والتي تعتبر ملوثه. وايضا الاشراف على الالتزام بمعايير مكافحه العدوى بداخل قسم المغسله المركزيه، مع وجود طبعا اي التزام من قبلنا لابد ان يكون له ما يثبته. ما يثبته هو عباره عن الاتي، هو عباره عن توثيق ورقي، توثيق دوكيومنتيشن. خلاص؟ طب اذا كان قسم المغسله بداخل المنشاه، وظيفه قسم مكافحه العدوى انه يزور المغسله بداخل المنشاه ويشرف عليها وينفذ عليها نوع من التقييم بصوره دوريه واعداد خطط تصحيح للستاندرز او المعايير الخاطئه اللي قد توجد بداخل المغسله ومتابعه التصحيح مع مشرف قسم المغسله. طيب ايه المسؤوليه الثانيه؟ ان لو قسم المغسله
عبارة عن كونتراكتور، متعاقد خارجي، يعني مغسلة متعاقد خارجي، الغسيل بيتنقل لها وبيغسلها سواء في منشأة صحية أخرى أو في متعاقد خارجي في مكان خارجي خاص. لابد ان يتم زياره من قبل قسم مكافحه العدوى على الاقل مره كل 3 شهور، ان كان اكتر فهو افضل، باستخدام برضو وسيله تقييم، معايير تقييم محدده موجوده لزياره المغسله دي، برضو ايجاد الاخطاء والتصحيح والخطط التصحيحيه ومتابعه تصحيح هذه الاخطاء. ايضا قسم مكافحه العدوى بيشارك في حالة ما إذا كان يوجد هناك مشاريع تطويرية وإعادة تنظيم وتنسيق لقسم المغسلة المركزية، قسم مكافحة العدوى بيشارك في إعادة التصميم وإعادة التهيئة للمغسلة. التدريب له دور كبير طبعا في من قسم مكافحة العدوى. قسم مكافحة العدوى هو القسم اللي بيحمل عبء تدريب عمال المغسلة أو على الأقل مشرف المغسلة على معايير مكافحة العدوى والستاندرز بتاعت مكافحة العدوى اللي احنا هنتكلم عليها بعدين، لكن دي من مهم مسؤوليات قسم مكافحة العدوى. نبدأ بالتدريب. فيكشن كنترول تريننج، التدريب مكافحة العدوى. انا هدرب العاملين في المغسلة ومشرف قسم المغسلة على ايه؟ لو احنا كانفكشن كنترول لابد ان يشمل هذا التدريب طبعا عمليات التعامل الامن الخالي من العدوى مع المفروشات الملوثه، والتعامل الامن الخالي من احتماليه نقل التلوث للمفروشات النظيفه. طيب، وسياسات مكافحه العدوى الاساسيه اللي هي احتياطات مكافحه العدوى الاساسيه، واهمها طبعا على الاطلاق الاساسي اللي هو سياسه نظافه الايدي. لابد ان كل الناس اللي بتعمل في المنشآت الصحيه وبتتعامل مع المرضى او ما يحيط بالمرضى او الادوات او المفروشات التي تتعامل مع المرضى يجب ان يلتزموا بممارسات صحيحه لنظافه الايدي، ويتم تدريبهم عليها تدريب واضح وجيد. ايضا تطبيق سياسه صحه العاملين، صحه العاملين في داخل المنشاه، يجب ان يتم تدريب مشرف المغسله على تطبيق برنامج صحه العاملين. طبعا هنتكلم على النقط دي بالتفصيل. صحه العاملين بتشمل من ناحيه مكافحه العدوى، طبعا يوجد صحه العاملين مجال واسع جدا، لكن من ناحيه احنا كانفكشن كنترول احنا بنركز على نقطتين مهمين، عمليه التطعيم وعمليه متابعه وجود احد الحوادث العارضه لاصابه العاملين بالوخز بالالات الحاده اثناء التعامل مع المفروشات. يعني طبعا الالات الحاده في المنشاه الصحيه بتعني انها قد الات تحمل تلوث بميكروبات المريض او اظهر ميكروبات اخرى للعامل، فاحنا لازم لابد من حمايته، واذا حدث اي حدث عارض من دول لابد من وجود خطوات خاصه للتعامل مع هذا الحادث، وده من ضمن مسؤوليات تدريب مكافحه العدوى لمشرف المغسله. ايضا التعامل مع النفايات التي تنتج بداخل المغسله من ناحيه النفايات الطبيه ايضا، وكيفيه التعامل معها والتخلص معها. التعامل مع الدم وسوائل الجسم الأخرى إذا حدث لها تبعثر أو تناثر بداخل قسم المغسلة. يعملوا إيه عمال المغسلة؟ لابد من تدريبهم على ذلك. أيضاً إعادة تنظيف بيئة المغسلة. اتفقنا إن المفروشات الملوثة هتتجمع في المغسلة وقد يحدث أي تعامل معها، ويوجد سوائل ويوجد مواد خاصة بالمريض. اتفقنا إن هذه البيئة ستكون ملوثة وتلوثها شيء خطير، وسبب ايضا دور البيئه في نقل العدوى، يبقى لابد يكون في اجراءات صحيحه يتم التدريب عليها للعاملين في المغسله في تنظيف وتطهير بيئه المغسله. اول نقطه هتهمنا هي تصميم المغسله. طالما هنتكلم على المغسله المركزيه بداخل المنشاه، تصميم المغسله الصحيح شيء هام جدا. ليه مهم؟ لانه عشان يسهل العمل ويسهل تنفيذ الوظيفه المطلوبه من قسم اعاده معالجه المفروشات المركزي لداخل المنشاه الصحيه. اول حاجه طبعا احنا عندنا منطقتين رئيسيتين. اول منطقه هي منطقه الملوثه، وتوجد منطقه اخرى المنطقه النظيفه. المنطقه الملوثه هي المنطقه طبعا بتعني استقبال المفروشات المستخدمة، المفروشات الملوثة من الأقسام الطبية.
المنطقة دي بيتم فيها عمليات الفرز إذا تمت، عمليات تحميل الغسالات. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي ان المثالي والمطلوب في جميع اقسام المغسله المركزيه هي غسالات ذات فتحتين، غسالات دبل دور بيسموها، اصلا هي اللي بتفصل دايما ما بين المنطقه النظيفه والمنطقه الملوثه. المنطقه الملوثه بيتم فيها اعاده تحميل الغسالات ووضع الكيماويات الخاصه اذا كانت بتتحط يدوي او بتتحط بصوره اوتوماتيكيه، وطبعا الافضل اللي هي الصوره الاوتوماتيكيه، الكيماويات والمطهرات، وبيتم التعامل مع الغسيل. بيتم استقبال الغسيل في المنطقة النظيفة. المنطقة النظيفة بيتم استقبال الغسيل بواسطة العمال المغسلة، وبعدين بيتم طبعا بيوجد فيها منطقة التجفيف، وقبلها طبعا منطقة الفحص، وبعديها منطقة الكي والتجفيف والتغليف، وقبلهم طبعا عمليات الصيانة زي أي حاجة، لو في قطع في جو لو في شيء بيتم طبعا عمليات الخياطة وإعادة المعالجة. يبقى قسم المغسلة هو قسم له تصميم منطقتين رئيسيتين، منطقة ملوثة ومنطقة متسخة. طيب انا جالي دلوقتي كومنت، I have a comment that there is one speaker English speaker, that's why I have to mix Arabic with English. اوكي طبعا حقه ان احنا لازم نقول له بعض اللغه الانجليزيه عشان يكون معانا ومتابع معانا. طبعا السلايد اللي قدامنا دي بتتكلم عن اللوكيشن اللي هو موقع المغسله، موقع قسم المغسله المركزي. The location of the central reprocessing of textile department لازم يكون فين؟ must be at basement. basement يعني ايه؟ يعني موجود في الدور الارضي، تحت الارضي، الدور السفلي تحت الارض، او بيكون في الجراوند فلور اللي هو الدور الارضي. ما بلاقيش مغسله مركزيه موجوده في وسط، ما بلاقيهاش موجوده in between clinical departments، موجوده في وسط الاقسام العلاجيه. الكلام ده خاطئ. This is wrong. Okay. First zone. احنا هنتكلم على zones of zones of the central laundry department. أول مناطق المغسلة المركزية أو المنطقة dirty zone، المنطقة الملوثة أو المنطقة المتسخة. المنطقة دي مهمتها هي إنها تستقبل ويتم فيها عمليات الفرز وعمليات التعامل مع المفروشات الملوثة وتحميل الغسالات. This zone concerned with receiving and sorting and dealing with soiled textiles at this area and loading of the washing machines. زي ما اتفقنا ان المنطقه دي اصلا مخصصه لاستقبال المفروشات الملوثه والتعامل معها، وينتهي المنطقه دي بتنتهي بتحميل الغسالات والبدء في عمليه الغسيل. The other zone is clean zone. This area is specialized area for unloading or receiving the washed textiles or reprocessed textiles and examination, inspection, and ironing, drying, folding, packing, storing. يعني المنطقة دي مختصة، هي المنطقة النظيفة. الغسيل اللي موجود فيها هو غسيل نظيف. ما دور الغسيل النظيف ده؟ ايه بيتعمل في دور المنطقة دي؟ ايه؟ بنستقبل الغسيل المغسول من الغسالات، ويتم بعد ذلك فحصه على ترابيزة الفحص، طاولة الفحص، لوجود اي اتساخات او اي بقع او اي اشياء غير ساره. بيتم طبعا لو في حاجه زي كده بيتم اعاده دوره الغسيل او اعاده دوره المعالجه لازاله الاتساخات والبقع التي لم تزال بدوره الغسيل. وبعد الفحص بيتم عمليه التجفيف، وبعد عمليه التجفيف بيتم عمليه الكي، وبعد الكي بيتم الفولدنج اللي هو التطبيق او الفني، وبعد الفولدنج بيتم عمليه التغليف، وتنتهي بعملية التغليف، بينتهي بعملية عملية الحفظ
اوكي والتخزين. طبعا نهاية بعد كده التوزيع. عملية منطقة التخزين هي منطقة بتعني بيع تخزين المفروشات بعد إعادة معالجتها. طب إيه إيه المطلوب في المنطقة دي؟ شكلها إيه؟ وضعها إيه؟ بيكون أول حاجة المنطقة دي لازم يفضل تكون تهوية فيها تهوية إيجابية. طبعا بيفضل تكون تهوية إيجابية، لو لم تتوفر ما هياش خطأ كبير. لكن اللي يهمني فيها إن يكون فيها تهوية جيدة، خالية من الرطوبة، خالية من الأتربة، منطقة خالية من فتحات الصرف، فتحات المياه، ما فيش أي فيها الأرفف لها مواصفات خاصة، ما ينفعش تكون أرفف خشبية، يجب أن تكون أرفف من مادة يمكن إعادة التنظيف والتطهير فيها. الأرفف يجب أن تكون بعيدة عن الحائط أتليست طبعا على الأقل 2.5 ل 5 سم، وأن تكون مرتفع عن الأرضية ب مرتفع عن الأرضية ب 15 ل 20 سم، وأن تكون بعيدة عن السقف ب 25 سم. تستخدم فقط لتخزين المفروشات الرعاية الصحية النظيفة، ولا تستخدم في أي أغراض أخرى أو تخزين أي أشياء أخرى، ويجب أن يكون الوصول إليها غير متاحا إلا للعاملين بالمغسلة المسؤولين فقط عن التعامل مع المفروشات. Sorry, I have to say some English for our colleague English speaker. That the storage, the requirements of storage area for the reprocessed textiles, clean textiles, area must be sometimes to be positive pressure, but if not positive pressure, this is not a big problem. The area with, must be with good ventilation, at least good ventilation with good, no humidity, no sewage openings, no pipes of water to cause any contamination for the clean textiles. And the shelves at this area used for storage of the reprocessed textiles must be made from material easy to be cleaned and disinfected thoroughly. And these shelves must be away from the wall 2.5 to 5 centimeter at least, and not reaching to the ceiling. And become away from the ceiling by about 25 centimeter, and elevated from the ground by 15 to 20 centimeters. The door must be always closed and not easy to be accessed by anyone except the laundry authorized workers. لازم أقول حاجة تانية على منطقة التخزين الخاصة بالمفروشات المعادة المعالجة. طبعا في عشان بس الناس ما تعترضش، في يوجد بعض المغاسل يوجد بداخلها منطقتين فقط، منطقه نظيفه ومنطقه ملوثه. المنطقه النظيفه بتشمل منطقه التخزين اللي هي عباره عن مجموعه من الارفف او مجموعه من الدروليات المغلقه اللي بتستخدم كمنطقه تخزين مؤقته بداخل المغسله المركزيه. انا موافق على الصوره دي، وبخاصه في المغاسل المركزيه الصغيره وليست الكبيره، لانها مقبوله، بس بشرط ان تكون منطقه التخزين منطقه نظيفه بعيده عن مناطق العمل، يعني واخده ركن خاص بيها، وان الارفف او التروليات المستخدمه في التخزين تكون مغلفه ومغلقه وليست مكشوفه. الارضيات floors must be one piece spitter سموث، ناعمة، قطعة واحدة أفضل، ما فيهاش وصلات، no cracks، ما فيهاش أي وصلات ولا أي خدوش، لأن طبعاً معروف إن أي وصلات أو خدوش بتسبب أو تجاويف بتسبب تجمع للمياه، تجمع للأوساخ، ويصعب إعادة التنظيف والتطهير والوصول إليها. طيب طبعا لابد انها تكون من ماده تتحمل اعاده التنظيف والتطهير بالمطهرات والمنصفات المعروفه. تمام؟ هذه هي مواصفات الارض في قسم المغسله المركزيه. Walls the same must be smooth
non-porous without projections or gaps and compatible with to be easy to be cleaned and disinfected with approved disinfectants and detergents. لابد من الحوائط تكون ملساء ناعمة ما فيهاش أجزاء ديكورية بارزة كثيرة ما تكونش من المادة مواد خشنة زي ورق الحائط أو بعض المواد الديكورية اللي هي تسبب عدم إمكانية إعادة التنظيف والتطهير لأن إحنا بنتكلم في مكان بداخل المنشأة الصحية لا يجب أن يكون معرضا للتلوث ومعرضا لعملية إعادة التنظيف والتطهير بصورة مستمرة. طبعا الحائط يجب ان يكون مصنوع او مطلي بماده تتحمل التنظيف والتطهير المتكرر بالمطهرات المعروفه. السقف سيمي. السقف في المغسله المركزيه لازم يكون مرتفع، ليه مرتفع؟ طبعا لاسباب كثيره جدا الحقيقه ليس لها علاقه كثيرا بالانفكشن كنترول لكن يهمني ان انتم تبقوا عارفين ان السقف ما يقلش عن 4 متر ونص في الارتفاع. وبيتحمل الحرارة والرطوبة طبعاً ويكون أملس ومفهوش بروزات كثيرة ويمكن إن هو يتم تنظيفه وتطهيره بصفة مستمرة. The ceiling must be elevated 4.5 meters in height. This is not included as infection control requirement, but this is a requirement in the design of the laundry and must tolerate and accommodate heat and the humidity and also can absorb some noise because but this is not an infection control issue. Solid must be solid and smooth and easy to be cleaned and disinfected. Linen, pillows and mattresses. طبعا احنا لازم نتكلم نبدا من اول نقطه المكان اصدار المفروشات الملوثه. كيف يمكن التعامل مع اللينن اللي هي مفروشات الاسره والمخدات والوسائد والمراتب الاسره؟ يجب ان يتم التعامل معها كانها ملوثه زي ما اتفقنا. طيب كل المراتب والوسائد يجب ان تكسى ان يتم كسوتها بغلاف خارجي من البلاستيك او الجلد الذي يمكن اعاده تنظيفه وتطهيره بصوره متكرره بالمنظفات والمطهرات المعروفه لازاله التلوث عنه. طبعا المفروشات اللي هي الانسجه النسيج اللي هي الملاءات والاغطيه الاسره واغطيه الوسائد يجب اعاده طبعا تنظيفها وتطهيرها وجمعها وارسالها كمفروشات ملوثه لقسم المغسله المركزيه كل فتره تحدد حسب القسم او في حاله تلوثها بصوره واضحه في اي وقت. طبعا في نقطة مهمة لو حصل تلوث في المراتب الأسرة والمخدات لا يمكن المخدات الوسائد الغير قابلة للغسيل لا يمكن إعادة معالجتها. من الأخطاء الشائعة هي وجود وسائد بداخل قسم المغسلة المركزية يتم إعادة معالجتها وهي ليست من النوع القابل للغسيل وسائد عادية. خطأ. الوسائد العادية إذا حدث تلوث لها للأنسجة الداخلية الخاصة بها يجب أن يتم التخلص منها ولا يمكن التعامل معها كمفروشات المغسلة يمكن إعادة معالجتها وغسلها. الحرارة والرطوبة والتهوية بداخل قسم المغسلة المركزية. متطلبات مكافحة العدوى في قسم المغسلة المركزية طبعا في المنطقة الملوثة في الديرتي زون should be under negative pressure. لازم تبقى سالبة الضغط and must be exhausted to the outside and the air exhausted from that area shouldn't be mixed with the air of other areas or departments inside the healthcare facility. لازم بنقول عن المنطقة الملوثة إنها لازم تكون تحت ضغط جوي سالب ويجب أن يتم التخلص من الهواء المسحوب من هذه المنطقة إلى خارج مباشرة ولا يتم إعادة تدميره بداخل أو استخدامه مرة أخرى بداخل المنشأة الصحية.
ليه بنقول المنطقه ملوثه منطقه خطيره ولازم تبقى سلمه الضغط؟ لان في هذه المنطقه يتم التعامل مع المفروشات الملوثه زي الفرز واجراءات اخرى كثيره تتسبب في تناثر الميكروبات في الجو. وطبعا طالما قلنا تناثر الميكروبات في الجو لابد ان لا يتم السماح بهذه الميكروبات بالخروج من داخل هذه المنطقه الملوثه الى مناطق اخرى في المنشاه الصحيه قد تسبب انتشار التلوث. فلا بد من احتواء الكلام ده ان المنطقه تكون سالبه الضغط، يعني الهواء بيتشفط من الخارج الى الداخل ويتم التخلص من الهواء المسحوب من هذه المنطقه الى الخارج تماما، خارج المنشاه تماما. المنطقه النظيفه ممكن انها تكون تحت ضغط ايجابي وده مثالي جدا، لكن الحقيقه بنقول ان الضغط الايجابي في المنطقه النظيفه ممكن يكون موجود او لا، زي ما فيش مشكله كبيره لان احنا مش بنتعامل مع مفروشات معقده. الرطوبه يجب الا تزيد عن 70% كحد ادنى. يعني لو الرطوبه زادت 70% رطوبه الجو خطا. الحراره تكون من 20 ل 24 زي كل اقسام المنشات الصحيه. الهيوميديتي shouldn't exceed 70% maximum and the temperature must be within the safe limits as any department in the healthcare facility between 20 and 24 degrees centigrade and the clean area could be under positive pressure but this is not a big issue. If there is no positive pressure there is no problem because you are dealing with clean issue, clean textiles, not dealing with sterile textiles. Laundry with host bins should be provided with filters to capture dust and lint and textile lint. يعني ايه الكلام ده؟ الفتحات التهوية وشفط الهواء بداخل كل قسم المغسلة المركزية سواء في الديرتي اريا المنطقة الملوثة او المتسخة والمنطقة النظيفة يجب ان تغطى بشبكة خاصة، يعني غير فتحات شفط الهواء العادية او التهوية العادية اللي موجودة بداخل المنشأة، عليها شبكة خاصة وظيفتها انها تمسك وتمنع ان الغبار النسيج، لان احنا بنتعامل هنا مع منسوجات بتطلع غبار بسيط للنسيج، اجزاء بسيطه من المنسوجات بتتطاير في الهواء، الفتحات دي لابد يكون فيها شبكه، الشبكه دي بتقوم باحتجاز الغبار النسيج بداخلها، وطبعا ده هيسبب ان احنا هيكون علينا واجب لقسم الصيانه ان يكون عنده واجب دوري لتنظيف هذه الشبكات من غبار النسيج بصفه دوريه. ايه؟ طبعا السؤال ده شويه العنوان شويه يعني قد يكون يعني مثير شويه، اللي هو ما هي فوائد او وظائف قسم المغسله المركزيه؟ قسم المغسله المركزيه هي عباره عن يعني الكلام ده مهم. هو بس مهمته احنا عارفين ان الناس كلها عارفه وظيفه قسم المغسله المركزيه انه بيغسل المفروشات وبيدعي معالجتها، لكن احنا هنا بنقول الفانكشنز يعني الوظائف بنحاول نقولها من اول خطوات، من اول خطوه لاخر خطوه بالترتيب. اول حاجه عمليات الجمع. جمع المفروشات من داخل الاغصان. جمع المفروشات من داخل الاغصان في اماكن انتاجها يتم بواسطه عمال المغسله المركزيه. هنا I have to add something، لازم أضيف شيء. Collection of linen، مين المسؤول عن تجميع المفروشات من الـ 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 من على أسرة المرضى؟ التجميع الأولي من على أسرة المرضى، مين المسؤول؟ المسؤول عن التعامل مع مفروشات الرعاية الصحية وتجميعها أوليا من على أسرة المرضى واستبدالها بأشياء بأنسجة بمفروشات نظيفة هي أعضاء هيئة التمريض وليس عمال المغسلة. عمال المغسلة مسؤولين عن جمع أكياس الغسيل الملوث من الأغصان. طيب إيه الوظيفة الثانية لقسم المغسلة المركزية؟ هو عمليات طبعا الفرز والتي تتم في المنطقة الملوثة، sorting of linen and reprocessing them، وعمليات إعادة المعالجة دي بتتم في المنطقة الملوثة والمنطقة النظيفة. طيب إيه تاني من دور المغسلة؟ عملية inspection and repairing. احنا اتفقنا ان بعد ما الغسيل النظيف يتم استخراجه من الغسالات بيتم فحصه على ترابيزه مضاءه، تيبل مضاءه، طاوله مضاءه، بيتم فحصه لوجود اي بقع او اي اشياء او اي
قطع او اشياء تقل بوظيفه الانسجه او المفروشات دي، وطبعا هنعمل لها ريبير اذا كانت محتاجه خياطه او تنفع، او المفروشات اللي مش هينفع لها ريبير لازم هنعدمها، شو بي طبعا ديسترويد او ثرو اواي. ديستريبيوتنج، اعاده توزيع المفروشات النظيفه الى الاقسام للتعامل مع الركن. Maintaining different types of registers، وظيفة القسم المغسلة عنده سجلات واضحة خاصة بيه، لابد ان هو يكون السجلات دي كاملة وبيتم متابعتها من قسم الانفكشن كنترول. We are concerning in infection control عشان الناس ما تنساش. Collection of contaminated textiles in healthcare area، احنا اتفقنا ان مسؤولية جمع الغسيل بتقع على عاتق هيئة التمريض، جمعه من عند المريض. يعني التعامل مع المفروشات الملوثة بيقع على عاتق هيئة اعضاء هيئة التمريض. طيب ايه المطلوب اثناء عمليات جمع الغسيل الملوث؟ مطلوب ارتداء واقيات شخصية زي الجاون او مريول العزل الاصفر العادي الغير معقم والغير منفذ للسوائل بدرجه بسيطه، ومعاه طبعا قفازات نظيفه، وبيتم التعامل مع المفروشات وجمعها بصوره فيها كثير من الحرص. ليه؟ وبدون حركات عنيفه. ليه؟ لماذا؟ لان المفروشات زي ما اتفقنا بتحمل عبء ميكروبي وبتحمل ميكروبات ذات نفس الميكروبات اللي موجوده في المريض واللي احنا بنتعامل معاه بحرص علشانها. طبعا ناهيك ان الامور بتختلف وبتصبح اكثر خطوره في المفروشات الموجوده بداخل غرف العزل، لان المريض المعزول بيكون معزول لان لديه مصاب بميكروب ينتقل معدي وخطير وينتقل، يبقى لابد التعامل يزيد الحرص. يعني اذا كنا بنتكلم هنا على ارتداء جون عزل وقفازات، يجب التعامل بداخل غرف العزل بنفس محتياطات العزل. جمع الغسيل اثناء جمع الغسيل يجب ارتداء نفس واقيات الشخصيه المستخدمه اثناء عزل المريض. طبعا الحته دي مخصصه اكتر للزملاء في الانفكشن كنترول وليست مخصصه لمشرفي قسم المغسله. I have to repeat in English. I'm sorry for our colleague English speakers. The collection of contaminated textiles should be by safe way, and it is responsibility of the nursing staff of the department. And they are collecting the linen and textiles used by the patient with gentle dealing with that linen. Why? To avoid dispersing of the microbes coming from the patient that textiles considered to be contaminated with, to avoid dispersion of infection or transmission of infection to any other part. What is the personal protective equipment needed during dealing with that textiles and collection? In general words, we have to wear at least, the nursing staff must wear at least disposable non-sterile isolation gown and clean gloves. But if we are dealing with textiles and collecting textiles from isolation room, we have to must the nursing staff should wear the same personal protective equipment used for isolation of the patient. How to collect the contaminated textile? المفروشات الملوثه لما بجمعها من سرير المريض، النهارده عضو هيئه التمريض النيرس او الممرض او الممرضه جمعت الملايات والفرش السرير وتنتهم بطريقه طبعا مهمه، طريقه نفسها مهمه، لازم تتنى على الداخل، لان اتفقنا ان السطح الخارجي المتلامس مع المريض ملوث، فاحنا كل اجراءاتنا بتحتوي التلوث، يبقى لازم يحصل لها فولدنج او ثني على الداخل ويتم تنيها بصوره بسيطه ويتم حملها من على السرير بعيدا عن الجسم والملامسه لمناطق الجسم العامل الصحي، ويتم وضعها فين؟ وضعها في كيس جمع
المفروشات المتسخه، والذي يجب ان يكون بجوار سرير المريض عند نقطه انتاج المفروشات الملوثه. لا يسمح بحمل الملاءات الملوثه بداخل المنشاه الصحيه او الخروج بها من غرفه المريض محموله بصوره مكشوفه. لابد من احضار الهامبر او اكياس جمع المفروشات الملوثه بجانب سرير المريض، يعني بالعربي اطويها واجمعها واحطها على طول في الكيس فورا لاحتواء التلوث اللي جاي منها. I'm sorry, I have to repeat in English. Collection and of the contaminated textiles should be collected after gently and into the inside folding to contain the contamination inside and collected and elevated from the bed and just elevated from the bed and put inside the laundry collection bag that is brought beside the bed of the patient. And this is not allowed, it is not allowed to walk inside, to go outside the room where, with the collected linen without contained in the laundry bag. Okay? For sure, it is not allowed to make any deal like sorting or rinsing, whatever, any dealing with the textile inside the clinical departments is not allowed. لا يسمح بعمل أي إجراءات تعامل أو فرز أو نهى للمفروشات الملوثة مهما كانت درجة التلوث بها بداخل بداخل قسم الرعاية الصحية، وإنما يتم وضعها في أكياس المغسلة ونقلها إلى المغسلة بصورة فورية. عمليات وضع الباجينج اند كونتامينيت تكستايلز. هنا we have to say something very important that the bagging is very important. We have to bring the bags beside the bed of the patient. But what we have to do if the contaminated textiles are contaminated with big amount of body fluid, stool, urine, vomitus, or blood. Okay, this is could be happened after maybe delivery, after section, after surgery. This could be happened. But how to deal? It should be collected as usual and just collected and must be put inside water dissolvable bags. Water dissolvable bags is very important to contain that sort, that big amount of contamination before dispersion of this contamination. عمليات تغليف المفروشات الملوثة. عمليات تغليف المفروشات الملوثة يجب أن تتم أثناء بعد جمعها فورا، ويتم التغليف ويتم وضعها في أكياس قابلة للذوبان بالماء، وبخاصة للمفروشات التي تحمل تلوثا كبيرا لكميات من سوائل الجسم زي طبعا القيء، البراز، البول، الدم. وده بيحدث طبعا في العمليات الجراحيه بعد الولاده الكثير في الكثير من الاحيان، ولا يتم وضعها في كيس المغسله بدون احتوائها بداخل كيس قابل للذوبان بالماء، ويتم تطبيق ذلك على كل المفروشات باي درجه تلوث الخارجه من غرف العمل. طبعا عمليه في بعض الناس بتقول لا، ان المفروشات من غرف العزل يجب وضعها في كيسين، كيسين مش كيس واحد. طبعا ده مش ما فيش اي توصيه علميه بذلك، ولكن ده بيحدث فقط في حاله وجود مريض ايبولا، والحمد لله لم يوجد حتى هذه اللحظه مريض ايبولا في المملكه. خطوات اعاده معالجه المفروشات. طبعا كنقط، عمليات الجمع، عمليات التغليف، عمليات التخزين المؤقت، عمليات النقل للمفروشات الملوثه من الاقسام الى الى مكان المفروشات الملوثه الى المغسله المركزيه، عمليات الفرز بداخل المغسله المركزيه، عمليات الغسيل، عمليات
إعادة تفريغ الغسالات المركزية، عملية الفحص والتجفيف والكي ثم الثني والتغليف والنقل والتخزين ثم النقل إلى الأقسام أجين مرة أخرى لإعادة الاستخدام. زي ما قلنا في أشياء ملاحظات هامة جدا، أولاً لابد من عملية إعادة التعامل غسيل المفروشات الملوثة بصورة عاجلة جدا وبصورة يعني أسرع وقت ممكن. طبعا لأن زي ما اتفقنا أولا عشان نمنع انتشار التلوث، الحاجة الثانية إن المفروشات الملوثة بكميات من الدم أو سوائل الجسم لا يفضل إن الدم وسوائل الجسم دول يحصل لهم جفاف على المفروشات، لأن ده بيزيد من صعوبة إزالة هذه الأوساخ والتلوث. فيما في عندنا نوعين من المنشآت، في لاندري والاثنين صح باي ذا واي، في منشأة بتدعم الفرز وتصنيف المفروشات قبل تحميل الغسالات، وفي منشأة بتدعم عدم وجود فرز للغسيل وتصنيفه قبل تحميل الغسالات. طبعا هنقول ايه مزايا ده وعيب ده، لكن هنا بنقول ان الاثنين صح، لكن المهم يتم تنفيذهم بصوره صحيحه. يعني اهم نقطه ان المنشاه اللي بتدعم عدم وجود فرز للغسيل وان تاخد الغسيل فورا وتحطه في الغساله بدون اي فرز او فحص او تصنيف، يجب ان يتم استخدام لكل الغسيل اكياس قابله للذوبان بالماء، وان يتم تحميل الغسالات بهذه الاكياس بداخلها الغسيل. طبعا عملية الغسيل والتطهير، التطهير اللي بيحصل نوع منه، عندنا نوعين من التطهير في المغسلة المركزية، نوع تطهير حراري ونوع تطهير كيميائي. التطهير الحراري بواسطة الحرارة المرتفعة في الغسالات، هنقولها كمان شوية، والحرارة المرتفعة بداخل المجففات والحرارة المستخدمة في عمليات الكي. التطهير الكيميائي طبعا بيستخدم للغسيل بواسطه طبعا اضافه المطهرات الكيميائيه اللي اشهرها المبيض اللي هو طبعا اللي بيحتوي على الكلوريد. في عندنا زي ما اتفقنا منشآت فيها اون سايت لوندري، عندنا منشأة فيها قسم مغسله ومنشأة في قسم المغسله تم التعاقد معاه بصوره خارجيه. المنشأة اللي بداخلها قسم مغسلة طبعا لها معايير خاصة مهمة خاصة بها. أولا المأكولات والمشروبات ممنوعة بداخل قسم المغسلة، ماكينات الغسيل يجب صيانتها بصورة مستمرة، الصيانة الوقائية لضمان ضبط درجات الحرارة وضبط دورات الغسيل الخاصة اللي فيها. كمان إن عندنا طبعا مهم جدا إن هي الماكينات الغسيل لازم يكون عندها القدره انها ترتفع درجه الحراره لدرجه الحراره المطلوبه اللي هي مطلوبه لاثناء للتطهير الحراري اثناء الغسيل، وان تكون دوره الغسيل فيها صحيحه، بمعنى اهم شيء ان لا يتم خلط الصابون مع المنظف المطهر، اللي هو ان المطهر يضاف اثناء دوره الشطف فقط. لان في بعض من ضمن الخطأ الشائع ان بيتم خلط الصابون مع الكلور، وده خطأ اصلا. الصابون مع الكلور بيضعف تأثير الكلور ويضعف تأثير الصابون، ويتسبب في تصاعد ابخرة كيميائية نتيجة تفاعل كيميائي بيسبب اصلا اضرار للعاملين في المغسلة. يبقى الحل ان ضبط دورة الغسيل، ان لابد من ان الغسيل يكون الدورة الغسيل بالصابون غير دورة الشطف اللي بيضاف فيها المطهر. اتجاه العمل direction of work from dirty to clean. طبعا اتجاه العمل في المغسله لازم يكون استقبال الغسيل الملوث، الفرز، تحميل الغسالات ده في المنطقه الملوثه، وبعدين تفريغ الغسالات ثم الفحص والتغليف والكي والتجفيف والتخزين. كل ده بيتم باتجاه واحد، مفيش اي عوده. ويفضل طبعا الفصل المادي الكامل ما بين المنطقه الملوثه والمنطقه
هي بس المغاسل الطبيعية. وطبعا بالنسبه للعماله نفسها غير مسموح للعماله انها تعمل بالمنطقتين في وقت واحد. العماله من اول الشيفت لابد انها تكون عماله مخصصه للعمل بالمنطقه النظيفه وعماله مخصصه للعمل بالمنطقه الملوثه. لا يتم الخلط بين العماله او تنقل العماله بصوره حره ما بين المنطقتين. اتفقنا ان البيت سايد كيرتن اللي هي المفروشات الستائر المحيطه حول المريض. طبعا الستائر المحيطه بالمريض بسرير المريض الحقيقه ان في ابحاث عديده اتضح انها نتيجه التلامس معها المتكرر من ايدي العاملين الصحيين والتعرض للمريض وميكروبات المريض انها بتحمل خطر التلوث بصوره كبيره ويجب اعاده معالجتها او غسلها بصوره متكرره حسب سياسات طبعا المنشاه الصحيه وحسب ضغط العمل بالمنشاه الصحيه وحسب القسم. يعني مثال بسيط، قسم العزل يجب لو في اسره الممرضة حولها ستائر يجب اعاده معالجه الستائر دي من كل مريض واخر. يعني كل ما المريض يخرج لازم الستائر بتاعته تتغير. طبعا حسب ضغط العمل في بقيه الاقسام. اللومبري بروسيس نفسها بدات بالسورتنج والواشنج والدراينج والارنينج والباكينج ثم التخزين والتوزيع. طبعا احنا هنسرع شويه لان واضح ان احنا تجاوزنا الوقت بعض الشيء. عمليه الفرز اللي قلناها طبعا استقبال الغسيل الملوث بالمنطقه الملوثه وعمليه الفرز بداخل المنشاه المنطقه الملوثه عملية الفرز بداخل المنطقة الملوثة بيتم بداخل في قبل تحميل الغسالات. طبعا عملية الفرز من الشيء الواضح جدا ان الفرز هدفه عدة امور وله مزايا. اول حاجة ان استخراج الاجسام الغريبة الموجودة بداخل الغسيل، لان طبعا منطقي ان الغسيل ممكن يتجمع فيه ابر، مقصات، بعض الدريسنج، الواقيات الشخصية زي الجلافز موجودة بداخل الغسيل. ودي ليها ميزه طبعا انها بتمنع تلف الغسالات، لان انا لو حطيت الغسيل ده في الغساله ممكن يتلف آلة الغسيل. الواقيات الشخصيه اللي محتاجينها لاثناء السورتنج مهمه جدا ان العماله تفهم انها ما لازم يلبسوا الهيفي ديوتي جلافز الواقيات الشخصيه كامله اللي هي الجوانات، الماسكات، واقيات العين، ايضا القفازات الخدمه الشقاء. يجب في منطقة الفرز أن يتوفر وسائل غسيل الأيدي، حوض لغسيل الأيدي ده بخلاف طبعا الطاهر الكحولي، وتوفير أيضا فصل النفايات اللي هو حاوية نفايات صفراء إذا كان في عندنا دريسنج أو مواتيات أو ما شابه، وأيضا إذا توجدت إبر أو أشياء حادة يتم التخلص منها أيضا في حاوية الأمان الصفراء أو حاوية النفايات الحادة الصفراء اللي يجب أن تكون موجودة في منطقة الفرز أيضا. إيه مزايا الفرز؟ قلنا مزايا الفرز اللي قبل عملية الغسيل هو المحافظة على المحافظة على آلات الغسيل من التلف، لأن لو دخل فيها أي أشياء غير المنسوجات طبعا الآلات دي بتتلف وبتحتاج صيانة غالية جدا وبتاخد وقت في العطلة بتاعتها. الحاجة الثانية إن هي بتحافظ بتقلل كمية الكيماويات بناء على كمية الاتساخ. يعني لو عندي اشياء متسخه جدا بستخدم كيماويات بنسبه اقل عاليه او كيماويات او ملايات غير متسخه اصلا المفروشات غير متسخه ما فيهاش اتساخ ظاهر كبير يبقى هستخدم كيماويات اقل وده هيحافظ على طبعا المنسوجات بصوره جيده. طيب ايه ميزه في منشات صحيه بتدعم الغسيل بتدعم الفرز اللي بعد الغسيل وليس قبل الغسيل. الفرز اللي بعد الغسيل مهم طبعا له ميزه مهمه جدا انه بيقلل تعرض العاملين للمواد الملوثه. وطبعا ده مهم جدا لان احنا بنخاف على العاملين ونلبسهم مواد شخصيه طول ما هم بيفرزوا ان بيطلع ميكروبات عليهم وبتبقى الموضوع بيبقى فيه خطوره عليهم. طيب بقلل طبعا تناثر الميكروبات زي ما قلنا لازم تبقى نيجاتيف بريشر، فطبعا لو انا مش هعمل فرز يبقى كويس ان مفيش تناثر للميكروبات. بقلل تعرض العاملين لخطوره الاصابه بالادوات الحاده.
لان هم مش هيتعاملوا مع الغسيل طبعا قبل غسيله واللي ممكن يبقى فيه الات حتى زي مقصات او مشارط او ما شابه. طيب عمليه الغسيل زي ما قلنا، اول حاجه في عندي غسيل، الغسيل اللي بيستحمل درجات الحراره المرتفعه لازم يكون درجه الحراره من 71 لازم تبقى اعلى، يعني 71 او اعلى لمده 25 دقيقه من دين ده على كده اثناء دوره الغسيل. ممكن في غسيل بيتغسل في درجات حراره منخفضه بالذات الانسجه التي لا تتحمل درجات حراره مرتفعه من 22 درجه ل 25 درجه. الكلور ما بيتخلطش مع المسحوق الغسيل تماما، لازم يتحط في دوره الشطف. احنا عارفين في بيوتنا زي ما بنستخدم الكلور في الاول عشان يبيض الغسيل، لكن هنا الكلورين بيستخدم من 50 ل 150 بارت بير مليون. طبعا هلاقي اسئله كتير ازاي نظبط ال 50 ل 150 بارت بير مليون. الحقيقه ان اللي بيظبطها الشركه اللي مشغله لماكينات الغسيل، لازم تقيس كميه الميه وتبتدي تظبط على هذا المعيار بالتعاون مع قسم مكافحه العدوى. ممكن استخدم اشياء اخرى غير المبيض طالما عندي مفروشات ملونه. عملية الغسيل نفسها لو طبعا المية ممكن نغسل بمية باردة، لكن الأفضل إن الماشينز تكون بترفع درجة الحرارة فوق 71% لأن ده الريكومنديشن الخاصة بالسي دي سي. عملية النقل للمفروشات النظيفة، النقل للمفروشات النظيفة بيتم إلى الأقسام، يجب التغليف، يجب الوضع داخل ترولي مغلق، ترولي مغلق. طبعا في اقاويل ناس بتوافق على ان الترولي يستخدم له جهتين، جهه للمفروشات الملوثه وجهه للمفروشات النظيفه. انا مش بحب ده خالص، انا بحب ان يبقى في ترولي لنقل المفروشات الملوثه من الاقسام الى المغسله، وترولي اخر معروف ان ترولي خاص بالمفروشات النظيفه يجب ان يكون مغلق الابواب وهو اللي بيقوم بتوزيع المفروشات النظيفه على الاقسام. في ممارسات امنه يجب اتباعها بداخل المغسله وبنأكد عليها لان دي خاصه بينا احنا كانفكشن كنترول. اولا ممنوع الاكل والشرب، ثانيا يجب تطبيق الاحتياطات الامنه زي نظافه الايدي والوقايات الشخصيه الصحيحه اثناء التعامل مع المفروشات الملوثه، ويجب ايضا تطبيق معايير مكافحه العدوى اثناء التعامل مع المفروشات النظيفه حتى لا تتعرض للتلوث. العمال زي ما اتفقنا مهم جدا ان هم من ضمن الممارسات الامنه ما ينتقلوش بصوره حره ما بين المنطقه النظيفه والمنطقه المتسخه. طبعا اذا كان في احتياج عنيف لكده نتيجه نقص عماله يبقى لازم يكون في اصلا ان العامل اللي بيعمل في المنطقه المتسخه قبل ما يروح للنظيفه يجب ان يخلع ملابسه ويستبدل الملابس والواقيات الشخصيه ويمارس نظافه وتطهير الايدي بصوره صحيحه. ويجب على مشرف المغسله مراقبه ذلك تماما حتى لا يتم انتقال العماله من المنطقه النظيفه الى الملوثه ومن الملوثه الى النظيفه بالعكس. طبعا اتفقنا ان السيف براكتس اللي هي الاجراءات الامنه بتعتمد على عده حوادث. اول حاجه ممارسه نظافه الايدي، نظافه الايدي دي كل في الكل دايما، والارتداء صحيح للواقيات الشخصيه اثناء التعامل مع الغسيل وبالذات الغسيل المتسخ، وايضا تطبيق البرنامج صحه العاملين اللي هو خاص بينا احنا. في جزئيتين، عمليات التطعيمات هطعمهم ضد ايه؟ هطعمهم ضد الفيروس هيباتيتس بي، وهطعمهم وهعمل عليهم، وطبعا الانفلونزا اكيد طبعا لان ده تطعيم اجباري على كل وريكومندد على كل العاملين في المنشاه الصحيه، وايضا تطبيق برنامج التقليل عن اصابات الادوات الحاده. طبعا نظافه الايدي شيء مهم جدا جدا جدا، اعتقد ان احنا يعني الحته دي مش هنتكلم عليها كتير لان عندنا زميلتنا الدكتوره حنان العزيزه هتتكلم على المعايير الاساسيه لمكافحه العدوى بداخل المغسله اللي من ضمنها الواقيات الشخصيه واذا اتلبس واتخلع ونظافه الايدي فوق نظافه الايدي. فهنتجاوز النقطه دي عشان انا حاسس ان اطلت على حضرتك. بس اللي عايز اكد عليه ان في المنطقه الملوثه لازم من ضمن المعايير وشروط هذه المنطقه اللي بيكون داخل على حوض معتمد لنظافه الايدي عليه الصابون السائل وعليه فوط تنظيف الايدي. اوكي؟ حوض صابون سائل عادي وليس صابون مضاد للميكروبات.
مش انتي ميكروبيال سكر. وطبعا في كل اجزاء المغسله يجب توفر المطهر، حاويات المطهر الجل الكحولي للاستخدام من قبل العاملين. وطبعا احنا اتفقنا ان الجزء من التدريب الاساسي ليهم هيكون تدريب على نظافه الايدي. طبعا دي الاجزاء الخاصه بنظافه الايدي علشان الناس كلها تقدر تشوفها، طريقه نظافه الايدي والاجزاء المتونسه وتعليمات نظافه الايدي كلها. طيب نروح لنقطه خلافيه مهمه جدا. في بعض الناس بتدعم عمليات اخذ عينات لتحليلها في المختبر لنشوف العينات ميكروبيه، مايكروبيولوجيكال سامبلز، ويزرعوها على المزارع. والله الحقيقه ان الكلام ده عليه كلام كثير جدا في العالم، وفي بعض ولايات امريكا وبعض الدول الاوروبيه واستراليا بتدعم اخذ عينات عشوائيه من الغسيل علشان تشوف الحمل الميكروبي بالذات بعد ما يتم التعامل معاه. الحقيقه ان احنا هنا في المملكه العربيه السعوديه ممثلين في الاداره العامه للكفاءه والمنشاه الصحيه بندعم اتجاه هو موجود علميا وصحيح وليس مخالف للمعايير العلميه والمراجع العلميه المعتبره، ان لو حصل ان في عندنا مثلا تلوث عمليه تفشي وبائي وكان في شك احد العوامل المشكوك فيها ان التلوث يكون حصل بواسطه تلوث المفروشات، استخدام مفروشات ملوثه ونقله العدوى للمرضى، لا ساعتها هنعمل العينات الميكروبيه. أو إذا كان المنشأة حد فيها طبعاً متطور وعايز يعمل دراسة للنشر، يعني بحث علمي، أوكي يبقى ده الاحتمالين اللي أنا ممكن أعمل فيهم هذا الكلام، إن أنا أخد عينات. لكن مفيش أي توصية من جهتنا إحنا أو توصية عالمية أكيدة بإن يوجد فايدة ضخمة لأخذ عينات روتينية من الغسيل لدراسته ميكروبيا، من الناحيه الميكروبيولوجيه. نيجي لنقطة تانية خلافية. النقطة التانية اللي هي عملية غسيل اللبس العامل، ملابس العامل. مفيش خلاف إن العالم كله أجمع، وهنا بقى على العكس، في إجماع عالمي، إجماع من المواقع العلمية والمراجع العلمية والعالمية، إن ملابس العاملين فيها خطر كبير جدا إذا تم نقلها خارج المنشأة الصحية للبيت لغسلها. ملابس العاملين في المنشأة الصحية اللي بيشتغلوا في الأقسام ويتعاملوا مع المرضى وتتعرض للتلوث يجب أن يتم إعادة معالجتها بداخل المنشأة الصحية بنفس طريقة التعامل مع مفروشات المنشأة الصحية، لأن ثبت إنها لو حتى اتاخدت للبيت بتسبب تلوث آلة الغسيل في البيت، والآلة بتفضل ملوثة وقد تنقل التلوث لبقية طبعاً المفروشات اللي بتتغسل بداخل المنزل. يبقى اتفقنا ان دي ما فيهاش كلام. السكراب سوت لازم ما تروحش البيت، اللاب كوت ما يروحش البيت. كل الملابس العاملين بداخل المنشاه الصحيه لابد ان يتم اعاده معالجتها بداخل المغسله المركزيه وبنفس الطريقه التي يتم التعامل معها مع مفروشات الاسره وملابس المرضى. طيب ايه المستندات اللي انا كانفكشن كمكافحه عدوى لازم يكون عنده والتي تخص قسم المغسله المركزيه؟ لازم قسم المغسله المركزيه يكون عنده سياسات واجراءات مكافحه عدوى بداخل قسم المنشاه المركزيه لازم تكون متاحه في المنشاه ومتاحه في قسم المغسله المركزيه. لازم يكون في ريبورتنج على الاصابات بالوخز والالات الحاده، وريبورتنج على لو كنا هنعمل فرز ان احنا لقينا الات حاده عشان ارجع للديبارتمنت واعمل عليه كلينك الومه اقول له لا تنتبه ما تحطليش ابر دي بتعرضي عمال المغسله للخطر. لازم يكون في تسجيل لدورات الغسيل ومعاييرها بداخل، يعني دوره الغسيل حرارتها كانت كام؟ وقد ايه كان الحمل بالكيلو؟ وقد ايه استخدمنا كلور وتركيز الكلور كان قد ايه؟ طيب لازم يكون في صحيفه امان الماده كل الكيماويات المستخدمه في المغسله لازم يكون في صوره منها عند الانفكشن كنترول وعند مشرف المغسله. ماذا ما العمل لو ما فيش مغسله في المنشاه وطبعا المغسله متعاقد معاها خارجيا؟ اولا عمليه الجمع الغسيل والتخزين المؤقت والنقل ولابد ان يتم تحت اشراف كامل من المنشاه والقسم مكافحه العدوى وتتم بطريقه صحيحه
تمنع خطر التلوث وانتشار التلوث نتيجة التداول والتعامل مع هذه المفروشات المنغصية. طيب، ممنوع ان استخدام نقل مفروشات نظيفه ومفروشات متسخه في دوره نقل واحده، يعني العربيه اللي جايبه الغسيل النظيف اللي بتنقل الغسيل المتسخ تكون معاها غسيل نظيف، ما ينفع، لابد ان الدوره يكون فيها شيء واحد، يعني ممكن السياره تجيب غسيل نظيف وتاخد متسخ، مش هينفع غير كده، لازم تكون يعني حاويات. بس كيف اعرف اسمي اني هنا ولا وين؟ كيف اعرف ان اسمي وين؟ لابد ان تنتقل في حاويات مغلقه، يتم النقل في حاويات مغلقه. الانفكشن كنترول ديبارتمنت عليه مسؤوليه زي ما قلنا قبل كده، لازم يزور قسم المغسله المركزيه خارج المنشاه مره على الاقل كل 3 شهور ويتم تقييمه باستخدام تقييم خاص به. في عندنا مجموعة صور هنشوفها سوا حضراتكم، هتكتبوا عليها كومنتات بينكم وبين نفسكم وانا هقول لكم على الكومنت اللي فيها. الصورة دي للمنطقة النظيفة اللي هي فيها تفريغ الغسالات وإعادة تحميل وتحميل المجففات. الصورة دي طبعا لأحد المجففات، طبعا فيها باين المجفف معمول اللوحة الغلاف النافذة بتاعته بكرتون كده، طبعا سيئة جدا، خطأ شيء كبير. هنا ده سقف مفتوح من أسقف المغسلة، وده طبعا بيمثل خطورة على أقبال المغسلة من التلوث وجمع الغبار وجمع الفطريات في السقف ده، ممنوع. هنا شايفين حوض لغسيل الايدي في منطقه ملوثه، مشكلتنا ان هم حاطين ازازه كلور على الحوض، طبعا ده مش مسموح. ازازه الكلور دي اكيد تستخدم في تنظيف البيئه او في دورات الغسيل، ولا يجب وجودها على حوض غسيل الايدي. هنا طبعا احد العمال في منطقه الطي بيتم عمليه الفني والطي للمفروشات النظيفه على طاولة خشبية لا يمكن إعادة تنظيفها أو طهرها، وهو بيرتدي ملابس طبعا مش مخصصة لقسم المغسلة، بيرتدي ملابسه الخاصة، وده قد يتسبب في تلوث المفروشات بعد طبعا ما تكون اتنظفت وتم تطهيرها. طبعا دي أحد عربات النقل للغسيل النظيف زي ما احنا شايفين، عربة خشبية، هذه العربة الخشبية لا يمكن إعادة تنظيفها وتطهيرها. دي في الصورة اللي على اليمين. الصورة على الشمال أدوات نظافة تستخدم بداخل منشأة المغسلة المركزية المنشأة الصحية. طبعا أدوات النظافة دي بهذه الصورة غير مقبولة، لأنها طبعا بيستخدموا مكنسة مقشة، والمقشة ممنوعة استخدامها في المنشأة الصحية لأنها تسبب تناثر الغبار والتلوث على العاملين وعلى الأسطح البيئية بالقسم المستخدم. هنا ده حوض غسيل ايدي طبعا لا يمت للمعايير الخاصه باحواض غسيل الايدي، صله طبعا متكاثر عليه الصدأ والتلوث والاتساخ، بالاضافه الى ان مضخه الصابون السائل هي مضخه من اللي بيتم اعاده تعبئتها، وده بيسبب اصلا تلوث الصابون ويسمى تلوث ايدي العامل. طبعا الصوره دي بتوضح لنا الكلام اللي قلناه على وجود شبكه لصياد اصطياد غبار النسيج في اماكن العمل بالمغسله المركزيه. طبعا احنا شايفين انها ماست بي، لازم تتنظف بصوره متكرره واسطه قسم الصيانه، ويتم متابعه ده بطريقه انفكشن كنترول ومشرف المغسله. طبعا كل قد ايه ده بيتم وضعه في سياسات المنشاه الخاصه بيها حسب ضغط العمل وحسب الامور، لكن المهم ان في اي وقت لابد انها تكون نظيفه. طبعا هنا الصورة دي الخطأ اللي فيها فيها عدة أخطاء، أولا ده مكان تخزين جونات نظيفة تم إعادة غسلها، دي جونات مرضى كما يبدو، وفوقيها مخدات وسائد تم إعادة غسلها، طبعا الوسائد لا يتم إعادة غسلها إذا لم تكن قابلة لإعادة الغسيل، ولا يوجد حاليا على حد علمي في وزارة الصحة وسائد يتم شرائها قابلة لإعادة الغسيل. يبقى الوسائد دي ما كانتش قابلة لإعادة الغسيل، وده كان لازم التخلص منها اذا تم وصول التلوث والاتساخ بداخلها. طيب الارفف دي ارفف خشبيه
ليست ملائمه للتخزين المفروشات النظيفه طبعا زي ما احنا قلنا. هنا دي ارفف سليمه طبعا واضحه، لكن الحقيقه ان المفروشات فيها مش مغلفه، لكن يمكن التغاضي عن ذلك اذا كان القسم مكان التخزين مكان مغلق تماما وبعيد عن الاكسس. لكن لو دي ارفف في قلب قسم المغسله ده مش مقبول، لانها يجب ان تكون مغلقه وان تكون مغلفه. دي طبعا منطقه تحميل الغسالات. طبعا الغسيل اللي على الارض ما هوش جيد المظهر، لانه طبعا بيسبب تلوث المنطقه بصوره كامله. طبعا دي صفحه المراجع عشان لو حد عايز يقرا زياده عن مغسله المركزيه. وانا متشكر لحضراتكم جدا، معلش المحاضره كانت طويله شويه، وانا هكون سعيد لو هستقبل من حضراتكم اي اسئله دلوقتي او اي امور محتاجه توضيح نوضحها سوا باذن الله. شكرا لكم. اوكي تفضل. فول سيلينج. الفول سيلينج اللي هو شي ماسكينج انجلش مين اوكي انا انفهم. فول سيلينج از جيبسون بورد اور بليتس ذات هاف بين سبيس اباف ات ان ذا سيلينج. Like the photo in the end of the lecture, the false ceiling is not allowing. It is not preferable also because it can collect dust and lint and acquire humidity and growth, which can cause a lot of diseases and a lot of contamination for clean textile. Used linen from isolation room? No, it is not allowed because hampers, as in photo, have a cover, a plastic cover, and this cover should be used ideally. Food process could be opened with food, not by hand. To avoid contamination of hands. Thank you very much.